مشاهدي الكرام، مع تحسن الأجواء البعض يروح البر مع بداية الموسم التخييم، البعض يروح البحر مع بداية موسم الصيد والرحلات البحرية. وفعلا مثل ما قال ضيفنا الأستاذ عبد العزيز القراوي، من الضروري متابعة الأرصاد الجوية خاصة قبل الرحلات البحرية. نعم أكيد، يعني في الرحلات راح يعني يلاقون رجال الإنقاذ البحري في قوة الأطفال العام، ويشوفون جهودهم المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات، وعلى مدار السنوات يعني أثبت هذا الفريق كفاءته العالية في التعامل مع الحالات الطارئة في عرض البحر، وأيضا يعني من خلال عمليات إنقاذ سريعة واستجابة فورية للحوادث. ونوجه لكم أكيد يعني من برنامج إسراء الكويتية كل التحية وكل التقدير على كل الجهود اللي يقومون فيه. خلينا نشوف هذا التقرير مع بعضنا. فقد روحه وحياته احد الاشخاص الطبوا له، تفاجئ انه ما يعرف يسبح. بلاغ الغرب يعني شيء جدا يعني يحزن، لانه كان سببه عدم ابتلاء سترة النجاح. برنامج شراء الكويتيه موجود معك في اماكن كثيره، اليوم احنا موجودين في مركز الاطفاء والانقاذ البحري التابع لقوه الاطفاء، لكن راح تشوفون شغلات جديده يمكن انتم ما شفتوها، راح نراويكم عملهم ودورهم في البحر. خلكم معانا وتابعونا في مركز الانقاذ البحري التابع لقوه الاطفاء في مركز وفي منطقه السالميه. كافح وكافح مقابل البحر، لما يدق الجرس بالمركز عندي، دقة الجرس هذه دقة مفزعة، لأن أنت الحين تدري قدام عينك في شخص ناطرك يبيك بأسرع وقت تمد له إيدك وتساعده وتنقذه. ممكن ثواني تكون سبب في إنقاذ الحياة، ومن أحياك لما أحيا الناس جميعا. فأنت دقة الجرس هذه بالبداية لما يوصل البلاغ حق العمليات من الشخص اللي طالب مهمة الإنقاذ، وعمليات وزارة الداخلية 1 و2 توصل هذه البلاغات للجهات المعنية. مجرد ما توصل عندنا، احنا عندنا بالمركز مخابر اللاسلكي يستلم البلاغ، مجرد ما يكون بلاغ حريق يتم ضاغط على جرس الحريق بصفة مستمرة، الكل عارف هذا حريق، فتتوجه فرقة المكافحة إلى زوارق المكافحة بمعدات المكافحة. ولكن مجرد ما مخابر اللاسلكي يستلم بلاغ إنقاذ راح يضرب جرس الإنقاذ بصفة أو بصورة متقطعة، يرن بطريقة متقطعة، راح يعطي رسالة حق كل الموجودين إن هذا بلاغ إنقاذ، فيتوجهون فرقة الإنقاذ لزوارق الإنقاذ، لأن تصنيف الزوارق عندنا مختلف، شيء كبير لمكافحة مكافحة الحرائق، وشيء مكافحة وإنقاذ، وشيء سريع لسرعة التدخل والاستجابة حق مهام الغوص أو الإنقاذ السريع. أنا أحب أركز على أن دورنا ما يبدأ في بداية الساعة 8 الصبح بس، دور رجل الإطفاء من قبل يحط راسه على المخدة قبل ينام بالليل، وهو يكون جاهز ومستعد، استعداد نفسي واستعداد معنوي، استعداد كامل. انت لما تحط راسك وتنام مبكر عشان تكون بصحه وبعافيه وتكون جاهز حق مهمه الساعه 8 الصبح. 8 الصبح هذه بدايه نشاط وبدايه عمل وبدايه مهمه. مجرد ما تصير الساعه 8 ودقيقه انت على يعني عاتقك ومسؤوليه كبيره اللي هي مهمه انقاذ الارواح والممتلكات. البعض يستحي انه يلبس لايف جاكيت، طفاحيه، ستره النجاه، ليش؟ وهذه هي سبب في انقاذ روحك وحياتك. انت بيومها تتمنى انك تدور لك اي شيء تتحلك فيه.
ذاك اليوم خمسة كانوا متعلقين بحطبة لقوها والحمد لله تم إنقاذهم. في اثنين ضايعين بالبحر لقيناهم متعلقين بمطارة بآيس بوكس. يطلع عليكم تذكرون أحد البلاغات اللي بالقرب من جزيرة عوها شخص بلشته بالماء البارد كان متعلق بشنو؟ قلن البنزين. يقول سحبت خيط الشورت اللي لابسه سحبت الخيط وربطته على بطني وربطته بتانك البنزين بعد ما طبع طرادة وتم فقد قدرته على الحركة بسبب الماء البارد. يقول أنا راح أموت من الماء البارد ما راح أموت اللي غرقان لأنه متعلق وطافح. الحمد لله لقيناه بحالة يعني كان يرثى لها. فسترة النجاة احرص، لا مو بس سترة النجاة، بس سترة النجاة في وحدة للأطفال في وحدة للكبار على عمرك على وزنك، احرص تقرأ المواصفات. فلذلك اقتني سترة النجاة، مطفأة تحريق، الإسعافات الأولية، احرص على الأمن والسلامة من الاتزان وعدد الأشخاص اللي وياك وعدة أمور كثيرة يعني أتمنى الكل يحرص عليها. مشاهدي الكرام في برنامج شراقة كويتية مثل ما حنا سوغفنا ودردشنا بعض الأمور المهمة اللي المفروض المشاهد يعرفها في قوة الأطفاء وبالتحديد في مركز أطفاء السالمية للإنقاذ البحري، عندهم أمور كثيرة جدا وعطانا نصايح كثيرة جدا لبرنامج إشراقة كويتية. راح نكون إن شاء الله في أماكن أخرى لهذا البرنامج، ودائما برنامج إشراقة كويتية يتميز معاكم وتجول معاكم في أماكن كثيرة في محافظات الكويت.